السلام عليكم، مرحبا بكم في أكاديمية فن الحياة، ومرحبا بكم في أيام رمضان. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا كتقضيوا رمضان في ظروف جيدة وعواشركم مبروكة. فإن شاء الله اليوم بإذن الله غادي نهضروا على الرياضة في رمضان. فالرياضة في رمضان بالنسبة للنشاط البدني، لأن الرياضة جرت العادة أننا كنقول رياضة يعني حصرناها في واحد مسألة أن الإنسان يمشي مثلا يخرج يجري ولا يمشي لواحد قاعة ديال الرياضة ولا سال دو سبور ولا هاد الأمور هادية. حنا بحكم الظروف اللي حنا كنعيشو فيها فسوف نتحدث عن النشاط البدني. فالنشاط البدني في رمضان غير النشاط البدني اللي كنعرفو على دائما اللي لما كيزولوه الناس. فالنشاط البدني في رمضان هو لما يكون واحد النشاط في اليوم، واحد الحيوية في اليوم، ما يبقاش الإنسان غير جالس، لأن خصنا نعرفه باللي في رمضان عنده تأثير على المناعة بشكل رائع جدا إيجابي. ولما الإنسان كيقيل نهار كامل هو جالس، فالخلايا المناعية كيوقع لها بين قوسين بشكل مبسط واحد الخمول. فالرياضة في رمضان هو أننا يكون واحد النشاط بدني، يكون الانسان يكون اكتيف في النهار، يكون نشيط، يتحرك في الدار، يدير بزاف ديال الامور، كاين شي امور اللي ما كانش يقدر يديرها يديرها. هاد الامور هذه كامله تعتبر نشاط. زائد اننا ممكن في المنزل ديالنا نديروا واحد حركات رياضيه اللي ممكن انها تعود علينا بالنفع، لان بزاف الناس كيسحبوا من الرياضه هي تمشي لواحد سال دو سبور. واخا كتمشي لهاد سال دو سبور في جميع الاحوال راك تاخذ واحد متر على متر ملي كتبغي دير الحركات، فانت عندك اكثر بهذه المساحه هذه اللي عندك في الدار. فهادشي ممكن في الدار نزاولوا هاد الحركات هذه، نديروا مثلا الحركات ديال المرونه، نديروا الحركات ديال بزاف الحركات اللي ممكن انا نديروا. كنظن انايا بعض المختصين راه كيعطيو هاد المسائل هذه كيفاش نديروا هاد الحركات في الدار. الرياضه اللي بغيت انا نهضر عليها هي الرياضه في رمضان، هي الصلاه. والصلاه مهمه جدا. علاش؟ لان الصلاه كديرنا الرياضه ديال واحد العضو قلما الناس كيهضروا عليه، سميتو لو فاسيا. لو فاسيا شنو هي؟ هي واحد الشبكه اللي كتربط لنا الجسم مع بعضياته، اللي كتعطينا واحد المرونه. فالانسان الصلاه يصلي مثلا في الفجر، يصلي الانسان الضحى، يصلي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، التراويح، هذه كامله ما نساوش باللي راها رياضه يعني رائعه جدا للجسم. وقلت انا خاصه هذا العضو هذا اللي هو لو فاسيا، يعني النشاط البدني ما نساوش باللي راه حاضر في رمضان، حاضر في الصلاه، وخصنا احنا نحضروه بالنشاط، ماشي باننا نقيلوا النهار كامل وحنا جالسين او لا قدام التليفون او لا قدام الهاتف او لا ناعسين او الهاتف. فالنشاط البدني والرياضه فماشي ضروري تمشي واحد سال دو سبور، فممكن ان يكون عندك نشاط بدني غير في المنزل ديالك، انك دير بزاف ديال الامور. فهذه كانت الحلقه ديال اليوم على هذا النشاط البدني في رمضان. كنتوا في اكاديميه فن الحياه. السلام عليكم.